برافو عليك، خليك على الأسلوب ده لحد ما ناخد من وراه اللي احنا عاوزينه. بقولك ايه، الدكتور خيري هيوصل بكرة بالسلامة، ربنا يستر. كنت عاوز اقولك ايه، انا خايف تضيع القرشين اللي خدتيهم في كلام فارغ، واحنا حلوة محتاجين لكل مليم عشان بيتنا، فانا رأيي احط الفلوس اللي معايا على الفلوس اللي معاكي ونشتري بيهم حاجة نوديهم على بيتنا. حاجة؟ حاجة زي ايه؟ يعني حاجة من العفش اللي هنحتاجه، مثلا غسالة، تلاجة، فيديو، حاجات من دي يعني. ايوه، بس انت عارف يا سمير انا محتاجة قرشين منهم عشان علاج بابا. ما يضرش، اهو اكمل على الفلوس اللي معاكي ونشتري حاجة من دول، ايه رأيك؟ خلاص اتفقنا. كله تمام، البيعة وصلت لأصحابها كويس. والفلوس؟ فلوس ايه؟ صبرك عليها لما نتحاسب. تحاسب ايه؟ الحساب تقل قوي يا حبيبي. يعني ايه؟ يعني انا صارف لحد دلوقتي 4 باكو من جيبي. 4 باكو؟ امال احنا هناخد ايه؟ لا، المرة دي تربيطة، المرة الجاية بقى مكسب. ايوه، لكن ال4 باكو دول في ايه؟ لمين؟ باكل سناء، وباكل ابراهيم، واتنين باكل محسن. محسن؟ طبعا، ما انت يعني فكرك كان هيمضي وبتاريخ قديم بعد الراجل ما وصل من غير ما يقبض. يعني محسن دخل اللعبة؟ بس محدش غير انا بس اللي يعرف. مش مهم، ده هينفعنا قوي. المهم نتقل عليه لا يخلع يا حلو. يخلع؟ انت مش مكتفه كويس؟ بس ممكن يقولك دي مرة وعدت. فين الفلوس؟ دي واحدة. يا اخي احرق دي عيشه بجاز للي عايزه تعيشها. ريان صاجي، هو انت كل يوم لازم تقابليني بالموشح دي؟ مش من دقتي، من حرقتي، من خيبه املي. طب يا اخويا خش لي يوم بايدك فيها حاجه، نص كيلو لحمه ولا كيس فاكهه، بدل ما انت كل يوم داخل لي وخارج زي كوس البطاطا المتبطط، كل يوم كحتي. انا على قد لحافك مد رجليك، وانا هجيب لك منين يعني؟ ولا ذنب ايه يا اخويا في خيبة الامل اللي راكبه جمل دي؟ الله يرحمك يا رسميه، كانت اميره وطيبه وبنت حلال وراضيه بقليله. انا ماليش دعوه يا اخويا بمراتك الاولانيه، الله يرحمها ويبشبش الطوبه اللي تحت راسها، تلاقيها ماتت من الجوع. انما انا يا اخويا غيرها، وانت عارف انا غيرها ازاي. ايوه، ماني اتجوزتك من ابوكي الباشا بنت عز. اسمع يا مدهول، ما اقولك خلي نهارك يعدي على خير، اوعى تجيب سيره المرحوم بابا. بابا هو بابا ولا بابي؟ متهيألي بابي اللي جوزك ليا عشان يوفر اكلك. هو انا ساعه لما اتجوزت كنت قلت لكم ان انا صاحب بنك، ما انتوا عارفيني من ساس الراسي. لكن انا ما ارضتش على العيشه دي، انا ما اتجوزتش يا اخويا راجل قد ابويا عشان يعيشني عيشه ابويا. انا صاجه هواني متاخر، داني بديح طول النهار في المعمل، وبرجع بعد كده اروح اشتغل عند الدكتور محسن، داني بخرج من هنا الفجر ما برجعش غير اخر النهار. النهارده قلت اجي اتغدى في البيت ومتعملي لي بلون. انا عايز اكل يا اخويا والبس زي بقيه الناس. يرضيك الهلاهيل اللي انا لابسها دي؟ ايه اللي يخصبني على العيشه في تربه زي دي؟ لا انصب بقى ولا اسرع عشان اجيب لك فله. فله؟ ما قلتلكش يا اخويا فله، ما احناش قد الفله، كل اللي عايزاه شقه مطرحين،
مطرح تحطلي فيه انتري والتاني تحطلي فيه اوضه نوم ببراكار زي بتاع نعيمه وتجيبني تلفزيون وتلاجه، انا مش اقل من نعيمه يا اخويا. ايوه هي العمليه بقى دخلت فيها نعيمه بنت خالي. مالها نعيمه هتقول فيها ايه دي كمان؟ اقول فيها ايه؟ هو انا اقدر؟ بس نعيمه بنت خالك متجوزه هلاتي بتاع افراح والقرش بيجري في ايده، انا ماني غلبان على قد حالي. ماله الالاتي راجل كسيب. طب عارف يا مدبوي ديك النهار جايب لها اسوره تعبان دهب عيار 21 متقله دراعها مش عارفه يا اخويا اتحركوا، والاسبوع اللي فات جاب لها الفيديو. فيديو يا ست راجل كسيب وربنا مقدره. طب وانا ايه اللي يخصبنا على العيشه دي؟ ايه اللي يخصبنا ضيع شبابي معاه كده برضو يا نزاجه؟ انا خلاص يا حبيبي ابويا مات ومعادش في حد يقدر يخصبني على عيشه مانيش طايقاها. بس انا بحبك يا نزاجه وما اقدرش استغنى عنك. يبقى خلاص يا تريحني يا اما تسيبني. اسيبك ازاي يا نزاجه؟ اوعى كده سيبني يا اما تريحني. طيب يا نزاجه انا حريحك وحريحك من واسع، بس ما تتنقليش من هنا، خليك هرجع لك على طول. مساء الخير يا ساعة البيه. يا ما تقولي ايه اللي جابك تاني؟ الظروف ربنا ما يحكم عليه. ظروف ايه في ايه؟ انا اصلي عايز فلوس. السلام. ما تحرمش منك يلا بقى عشان مستعجل. ماني عارف يا بنك مستعجل وده اللي خلاني جيت جاري، بس يعني ايه عايز ايه تاني؟ اصلي رحت لقيت مراتي تعباني. قول يا سيدي. تعالي بقى هذا 20 كمان. ربنا يكرمك ويخليك يا بيه وتشكر قوي. السلام. الو اهلا سعاده بيه كده؟ الميعاد تعدي بقى دلوقتي؟ لا لا وانا عندي اهم من كده. لا لا حالا. هو العنوان ايه؟ لا لا عارفه. بسرعه حالا جاي. مع السلامه. اتفضل يا بيه. انا مدبولي. يلا يا بيه. نزاجة تعالي شوفي خير ربنا اللي انا جايبهولك. تعالي يا نزاجة. نزاجة. كده برضه سابت البيت ومشي. داني جايب لك لحم. الشياكة دي كلها حقيقي يا ماما؟ شيك بس مش خارج عن الأصول مش كده؟ طول عمرك بتراعي الأصول يا دكتور، بس أفهم بقى الشياكة دي كلها النهاردة ليه؟ أقولك بقى يا ست الكل، أصل الدكتور خيري وصل من السفر امبارح وأكيد هيجي المركز النهاردة، أنا نفسي إن انطباعه عني يبقى كويس. ربنا يوفقك يا حبيبتي. عارفة يا ماما هو راجل عملي جدا ومحترم جدا، ما بيحبش البهرجة، لكن له موقف معين من الستات نفسي غيره له. ومين اللي قالك الكلام ده بقى؟ كتبه يا ماما، أنا قريت كل كتبه بتفضح شخصيته. طب يلا حبيبتي عشان تلحقي تشربي لك فنجان شاي. يلا يا رب.